السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم أجمد كورة وفيديو جديد. والنهاردة معنا بالفيديو الكابتن أحمد شوبير بيعلن مفاجأة مدوية من جنوب إفريقيا وآخر تطورات النادي الأهلي وآخر ردود الفعل من لعيبة النادي الأهلي بعد الخسارة من صن داونز بخماسية مقابل هدفين، ويكشف طريقة لعب كولر في المباراة القادمة أمام القطن الكاميروني، ويكشف كمان آخر تطورات فريق صن داونز للاستعداد لمباراة الهلال السوداني واستعادة النادي الاهلي للصعود. هنشوف الكابتن احمد شوبير. امبارح النادي الاهلي تدرب في جنوب افريقيا، وزي ما قلت لكم ان الاهلي هيستنى لحد قبل المباراة بيومين وبعد كده يغادر الى الكاميرون. الحقيقة المفاجأة اللي كانت موجودة في تمرين الاهلي امبارح هي الروح اللي كانت موجودة في التمرين. وهنا ما بقول لك كلام، خد مني الكلام ده. اللعيبة اجتمعوا مع بعض، اتكلموا مع بعض في حالة غضب شديد جدا من نفسهم، ومقدرين تماما الغضب الجماهيري، مقدرين، وقالوا البعض بالحرف الواحد محدش يتكلم على الجمهور، محدش يتكلم على الغضب الجماهيري، محدش يقول الناس قرص علينا، احنا نستحق اللي حصل فينا. الكبار اتكلموا وقالوا انه يا جماعة الوقت مهربش مننا، وقالك احنا نلعب ان احنا نكسب الماتشين الجايين، نعم نكسب الماتشين الجايين ونسيب الباقي على الله، حتى لو لم نتأهل على الاقل نبقى صالحنا جمهورنا. وقلنا للجمهور والله احنا موجودين اهو، احنا يعني حاولنا بقدر الامكان ان احنا نختم بشكل جيد. ده اللي قالوا اللعيبة مع بعضهم امبارح. كولر ما اجتمعش مع اللعيبة امبارح، كولر زعلان جدا، غاضب جدا، متضايق جدا، في حالة حزن شديدة جدا جدا، لانه هو اللي جواه اللي قاله للمحيطين بيه انا كان عندي ثقة في اللعيبة اكتر من كده، وقال انا ما بطلعش احمل اللعيبة حاجة خالص، وما زلت محافظ على اللاعبين حتى هذه اللحظة وححافظ عليهم كمان، لكنه في الوقت نفسه انا مذهول مندهش جدا ان انت تبقى متعادل 1-1 وتضيع بسهولة كده فرصة في ايديك، وتبقى 3-2 والمباراة مقربة، وفجأة التلاتة يبقوا 5 بسبب اخطاء ساذجة. كل دي حاجات مضايقاه الراجل. يعني التمرين كان فيه جدية، وهو كان عنده جدية شديدة جدا. امبارح ما اتمرنش محمد الشناوي، واتمرن علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. ركز معايا بس في قرارات اتحاد الكرة، عشان في قرارات هسقف لها وقرارات هعمل عليها فيتو. يعني اول حاجة تكليف الاستاذ خالد درندالي نائب رئيس الاتحاد والكابتن حازم امام عضو المجلس بمرافقة بعثة منتخب مصر في ملاوي واللواء حلمي مشهور وكابتن بركات بمرافقة بعثة المنتخب الاولمبي في زامبيا. ماشي. الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة لرعاية الاتحاد لاربع سنوات مقبلة. ماشي. تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دوري المناطق ودوري القطاعات ودوري الجمهورية بالاضافة الى منتخبات المناطق. ماشي، بس ليا سؤال، وانتوا ليه تأخرتوا؟ هتقول لي يا كابتن الاتحاد ده بقاله سنة وجي على الدوري ده. لا، جي ما كانش الدوري اشتغل، وفي الناشئين محدش بيوجع قلبه ولا بيعمل مشاكل ولا اي حاجة وبيوافقوا على طول، فليه تأخرتوا؟ لكن عموما الحكمة اللي بتقول لك ان تأتي متأخرا افضل من الا تأتي على الاطلاق. ماشي خلاص هنعديها. اوكي. الموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدرب المنتخبات الوطنية تمهيدا لتشكيل 2005 و7 و8 و9. ايوه، ايه بقى المعايير الخاصه دي؟ ما انت تعالي الهاني تطلع لي واحد في مؤتمر صحفي كده يقول لك المعايير بتاعت اختيار المدربين 1 2 3 وما تطولش وما تكلكعش الكلام عشان يبقى عارف الدنيا شكلها عامله ازاي. دراسه تشكيل منتخب الظل مواليد 2003 اتفقنا مفيش حاجه اسمها منتخب الظل، تقول منتخب ب، تقول منتخب المحليين عشان حضرتك تبقى عارف. للمشاركه في النسخه المقبله من كاس الامم الافريقيه المحليين بالتنسيق مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول. عايز اقول لك مفاجاه يا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، الكلام مش كده، الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان انت عندك تصفيات لكاس المحليين دي، وقد وممكن جدا انك تخرج منها. نعم، ايوه اسمع كلامي، ايوه ممكن تخرج منها، وبالتالي لازم يكون فيه يعني تفكير كويس، اعمل منتخب كويس بمدرب كويس عشان يبقى فيه نجاح، واياك تجيب مدرب اجنبي، اياك في
في المنتخب ده تجيب مدرب اجنبي، ده محتاج مدرب مصري مدقدق فاهم، لانه هيطلع يتفرج على تكيرنس المتصدر مجموعته، يتفرج على طنطا اللي بيقاوح، يتفرج على سبورتينج الاولمبي، يتفرج على جمهورية تشبين، على كفر الشيخ، على الفرق اللي بتنافس لافيينا على ال. طيب ده كان كلام الكابتن احمد شوبير وعلى اخر تطورات فريق النادي الاهلي في افريقيا وعدم تدريب محمد الشناوي وغضب كولر الكبير من الحارس واخر تطورات اتحاد كرة القدم ورسالة نارية من وزير الرياضة الى اتحاد الكرة بسبب هذا الامر. تحدث الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن كواليس اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام. وقال الشاذلي في تصريحات تلفزيونية: الاجتماع تطرق للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالمنتخبات الوطنية لكرة القدم، وتابع كلامه كمان خاصة مباريات المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي خلال للمرحلة الحالية وتحديدا مباراتي ملاوي للمنتخب الأول ومباراتي زامبيا للمنتخب الأولمبي. وقال الشاذلي: الوزير شدد على أهمية الرياضة، ولكن تبقى كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى التي يلتف حولها الجمهور، لذلك فإنه من غير المقبول أن يتكرر أي فشل في المنتخبات الوطنية ولن يتقبل أي إخفاق آخر. واستكمل الشاذلي حديثه قائلا: شهر مارس شهر في غاية الأهمية لكرة القدم المصرية على مستوى المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، ووزير الرياضة تعهد بتوفير كافة المتطلبات للمنتخبين، مع التشديد على أن يؤدي اتحاد الكرة دوره على مستوى الإدارة والأجهزة الفنية بالشكل المطلوب، وأن يتحمل كل فرد مسؤولياته خلال الفترة الحالية والتي لا تحتمل أي إخفاق جديد على مستوى كرة القدم. ومدرب نادي الزمالك والكابتن خالد الغندور بيوضح: هل سيتوج بالدوري النادي الاهلي، هل سيتوج بالدوري بفارق 10 نقاط؟ ويؤكد: يجب رحيل فيريرا في هذا التوقيت. يرى الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ان النادي الاهلي سيحصل لقب الدوري المصري هذا الموسم بفارق 10 نقاط على اقرب منافسيه له، ويتصدر النادي الاهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعد خوض 18 لقاء فقط. وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامج ملعب اون تايم المذاع على قناة اون تايم سبورت: الاهلي بطل الدوري المصري الممتاز بفارق 10 نقاط عن اقرب منافسيه. وقال ايضا: فرق النقاط بين النادي الاهلي ونادي الزمالك سيتجاوز 10 نقاط بكثير بعد نهاية الدوري المصري الممتاز. وقال: الزمالك اذا حصد المركز الثاني في الدوري المصري هذا الموسم سيعتبر انجاز تاريخي، ونادي الزمالك زي ما احنا عارفين يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة. وأتم فيريرا: مدرب كبير، ولكن الوضع يقتضي توجيه الشكر له بعد نهاية الموسم والتعاقد مع مدرب جديد، بعد أن أرى أن الآن أن فيريرا لم يعد عنده ما يعطيه لنادي الزمالك، وكان الزمالك خسر من إنبي بالأمس بهدفين مقابل لا شيء. أتمنى أن أكون وفقت في هذه الحلقة، ارزع اللايك الجميل وشير الفيديو علشان يوصل لكل الناس. أشوفكم على خير، مع السلامة.